اللهم صل على محمد وآل محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. عن جابر بن عبد الله الأنصاري أنه قال عن فاطمة الزهراء عليه السلام بنت رسول الله صلى الله عليه وآله قال سمعت فاطمة أنها قالت دخل علي أبي رسول الله في بعض الأيام فقال السلام عليك يا فاطمة، فقلت عليك السلام. قال إني أجد في بدني ضعفا، فقلت له أعيذك بالله يا أبتاه من الضعف. فقال يا فاطمة ائتيني بالكساء اليماني فغطيني به، فأتيته بالكساء اليماني فغطيته به، وسرت أنظر إليه وإذا وجهه يطلع له كأنه البدر في ليلة تمامه وكماله. فما كانت إلا ساعة وإذا بولدي الحسن قد أقبل وقال السلام عليك يا أمه. فقلت عليك السلام يا قرة عيني وثمرة فؤادي. فقال يا أمه إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة جدي رسول الله صلى الله عليه وآله. فقلت نعم إن جدك تحت الكساء. فأقبل الحسن نحو الكساء وقال السلام عليك يا جدا يا رسول الله صلى الله عليه وآله، أتأذن لي أن أدخل معك تحت الكساء؟ فقال وعليك السلام يا ولدي ويا صاحب حوزي، قد أذنت لك. فدخل معه تحت الكساء. فما كانت إلا ساعة وإذا بولدي الحسين عليه السلام قد أقبل وقال السلام عليك يا أمه. فقلت عليك السلام يا ولدي ويا قرة عيني وثمرة فؤادي. فقال لي يا أمه إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة جدي رسول الله صلى الله عليه وآله. فقلت نعم إن جدك وأخاك تحت الكساء. فدنا الحسين نحو الكساء وقال السلام عليك يا جداه، السلام عليك يا من اختاره الله، أتأذن لي أن أكون معكما تحت الكساء؟ فقال وعليك السلام يا ولدي ويا شافي أمتي، قد أذنت لك. فدخلا معهما تحت الكساء. فأقبل عند ذلك أبو الحسن عليه السلام علي بن أبي طالب وقال السلام عليك يا بنت رسول الله. فقلت عليك السلام يا أبا الحسن ويا أمير المؤمنين. فقال يا فاطمة إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة أخيب ابن عمي رسول الله صلى الله عليه وآله. فقلت نعم ها هو ما ولديك تحت الكساء. فأقبل علي عليه السلام نحو الكساء وقال السلام عليك يا رسول الله صلى الله عليه وآله، أتأذن لي أن أكون معكم تحت الكساء؟ قال له عليك السلام يا أخي ويا وصيي وخليفتي وصاحب لوائي، قد أذنت لك. فدخل علي عليه السلام تحت الكساء. اللهم صل على محمد. ثم أتيت نحو الكساء وقلت السلام عليك يا أبتاه يا رسول الله صلى الله عليه وآله، أتأذن لي أن أكون معكم تحت الكساء؟ قال وعليك السلام يا بنتي ويا بضعتي، قد أذنت لك. فدخلت تحت الكساء. فلما اكتملنا جميعا تحت الكساء أخذ أبي رسول الله بطرفي الكساء وأومى بيده اليمنى إلى السماء وقال اللهم إن هؤلاء أهل بيتي وخاصتي وحامتي، لحمهم لحمي ودمهم دمي، يؤلمني ما يؤلمهم ويحزنني ما يحزنهم، أنا حرب لمن حاربهم وسلم لمن سالمهم وعدو لمن عاداهم ومحب لمن أحبهم، إنهم مني وأنا منهم.
فاجعل صلواتك وبركاتك ورحمتك وغفرانك ورضوانك علي وعليهم واذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. فقال الله عز وجل يا ملائكتي ويا سكان سماواتي إني ما خلقت سماء مبنية ولا أرضا مدحية ولا قمرا منيرا ولا شمسا مزية ولا فلكا يدور ولا بحرا يجري ولا فلكا يسري إلا في محبة هؤلاء الخمسة الذين هم تحت الكساء. اللهم صل على محمد. فقال الأمين جبريل يا رب ومن تحت الكساء؟ فقال عز وجل هم أهل بيت النبوة ومعدن الرسالة هم فاطمة وأبوها وبعلها وبنوها. فقال جبريل يا رب أتأذن لي أن أهبط إلى الأرض ليكون ماءهم سادسا؟ فقال الله نعم قد أذنت لك. فهبط الأمين جبريل وقال السلام يا رسول الله. العلي الأعلى يقرئك السلام ويخصك بالتحية والإكرام ويقول لك وعزتي وجلالي إني ما خلقت سماء مبنية ولا أرضا مدحية ولا قمرا منيرا ولا شمسا مزية ولا فلكا يدور ولا بحرا يجري ولا فلكا يسري إلا لأجلكم ومحبتكم وقد أذن لي أن أدخل معكم فهل تأذن لي يا رسول الله؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وعليك السلام يا أمين وحي الله إنه نعم قد أذنت لك. فدخل جبريل معنا تحت الكساء. اللهم صل على محمد وآله. فقال لأبي إن الله قد أوحى إليكم يقول إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. فقال علي لأبي يا رسول الله أخبرني ما لجلوسنا هذا تحت الكساء من الفضل عند الله. فقال النبي والذي بعثني بالحق نبيا واصطفاني بالرسالة نجيا ما ذكر خبرنا هذا في محفل من محافل أهل الأرض وفيه جمع من شيعتنا ومحبين إلا ونزلت عليهم الرحمة وحفت بهم الملائكة واستغفرت لهم إلى أن يتفرقوا. اللهم صل على محمد وآل محمد. فقال علي عليه السلام إذا والله فزنا وفاز شيعتنا ورب الكعبة. فقال النبي ثانيا يا علي والذي بعثني بالحق نبيا واصطفاني بالرسالة نجيا ما ذكر خبرنا هذا في محفل من محافل أهل الأرض وفيه جمع من شيعتنا ومحبينا وفيهم مهموم إلا وفرج الله همه ولا مغموم إلا وكشف الله غمه ولا طالب حاجة إلا وقضى الله حاجته. فقال علي إذا والله فزنا وسعدنا وكذلك شيعتنا فازوا وسعدوا في الدنيا والآخرة ورب الكعبة. بر محمد وآل محمد صلوات. محفل کا آغاز تلاوت حدیث کسا کے ذریعے سے کیا جا چکا اور جیسا کہ آپ کے علم میں ہے کہ آج کی اس محفل کے لیے برائے قطع ایک مصرعے کا انتخاب کیا گیا ہے کر لو وضو تو بنت نبی کی ثنا کرو. انشاءاللہ شعراء کرام اس مصرعے پہ اشعار شعراء صاحب ملاحظہ فرمائیں گے.
جشن کا آغاز ہو چکا ہے، مریض عشق نے لی ہے دوا مدینے سے، مریض عشق نے لی ہے دوا مدینے سے، اسے ملے گی یقیناً شفا مدینے سے، مریض عشق نے لی ہے دوا مدینے سے، اسے ملے گی یقیناً شفا مدینے سے، اسے ملے گی یقیناً شفا مدینے سے، اسی لیے تو بہت دل لگا کے پڑھتا ہوں، اسی لیے تو بہت دل لگا کے پڑھتا ہوں، ملی ہے مجھ کو حدیث قصا مدینے سے، اسی لیے تو بہت دل لگا کے پڑھتا ہوں، ملی ہے مجھ کو حدیث قصا مدینے سے، ملی ہے مجھ کو حدیث قصا مدینے سے، دلیل حق تیرا سجدہ تیری جبیں تو نہیں، دلیل حق تیرا سجدہ تیری جبیں تو نہیں، تیرا وجود گما ہے تیرا یقین تو نہیں، میں فاطمہ ہوں صداقت پہ وہ دلیل ہوں میں، اگر میں کہہ دوں خدا ہے تو ہے نہیں تو نہیں، اگر میں کہہ دوں خدا ہے تو ہے نہیں تو نہیں، اگر میں کہہ دوں خدا ہے تو ہے نہیں تو نہیں۔ جشن کا آغاز باقاعدہ طور پہ کیا جا چکا ہے، مومنین تک اگر اب بھی آواز نہ پہنچی ہو، میں خود دعا کر رہا ہوں کہ مومنین کی سماعتوں تک آواز پہنچ جائے تاکہ وہ شریک جشن ہو جائے اور ثواب دارین حاصل کرے۔ بزم معصوم عالمیان ہے اور شعراء کرام تشریف لا چکے ہیں، ایک بار صلوات پڑھ دیجیے عظمت آل محمد پر۔ سفینہ مدحت کو آگے بڑھاتے ہوئے اپنی فہرست سے پہلا نام انتخاب کر رہا ہوں اور گزارش گزار ہوں جناب زین بنارسی سے کہ تشریف لائیں اور بارگاہ معصوم عالم میں نذرانہ عقیدت پیش فرمائیں۔ جناب زین بنارسی صاحب بر محمد و آل محمد صلوات۔